بسبب واحد الجلسه مع اصدقاء السوء في راس العام كان البطل ديالها هو القرعه والكاس، غادي يتم اكتشاف واحده من اخطر القضايا اللي دازوا في المغرب، ولكن ماشي قضيه قتل او سرقه، لا ابدا صديقي. القضيه كانت بعيده كل البعد عن هذه المسائل، القضيه كانت غريبه ومضحكه في نفس الوقت، وربما تكون حتى انت صديقي من الضحايا ديال هذه العصابه. الناس سنوات هما كيضربوا اللحم الحمار عند موالي الكفته والصوصين، ويلا شي نهار كليتي خبزه عامره بالكفته غير ب5 دراهم، عرف راسك وليدي عرقتيها اللحم ديال الحمار. القضية هذه غادي تشدوا فيها 10 ديال الأشخاص، فكيفاش وقع هذا الشيء وشنو هي القصة ديال هاد العصابة؟ والسؤال الأهم هو كيفاش قدروا يستمروا لسنوات هما كيبيعوا في اللحم ديال الحمير لعباد الله؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في القصة ديال اليوم أصدقائي. قبل ما نبداو ما كرهتكش تدعم هاد القناة بواحد اللايك وشي تعليق يكون محفز، وإلا كنت جديد وأول مرة كتشوف هاد القناة المتواضعة مرحبا بك في العائلة. وبلا ما نطول عليكم أصدقائي يلا نبداو القصة ديالنا. القصة هذه كتبدا من واحد القرية كاينة في النواحي ديال مراكش مع واحد السيد سميتو رشيد، وطبيعة الحال هذا غير اسم مستعار وماشي حقيقي. زاد رشيد سنة 1950 وسط واحد العائلة فقيرة جدا كتعاني من الفقر لأقصى درجة. الأب ديال رشيد وصلت ليه العظم ديال بصح، حتى لواحد النهار ويه الساكو قصد الشمال باش يضربها بشي حرقة، وغادي يخلي موراه مراته وثلاثة ديال الوليدات ومنهم رشيد. ومن هذيك الوقيتة الأب ديال رشيد تقطعات خباره بصفة نهائية. بزاف ديال الأسئلة بدات كتدور في البال ولكن بدون جواب. معرفوه واش حرق الأوروبا ودار لاباس وبدا حياة جديدة ونساهم، ولا غرق وكلا الحوت وخلاهم. وهنا المسؤولية كلها بقات في يد الأم المسكينة، واللي غادي تكافح وتقاتل باش توفر لهم ما ياكلوا. الدور اللي كانوا ساكنين فيه كانوا كيصيفطوا وليداتهم للجامع باش يقراوا القرآن، ولكن مع الأسف رشيد وخوتو كانوا محرومين من القراية، لحقاش أمهم كانت فقيرة بزاف ويلاه كتقدر توفر لهم ما ياكلوا، وما كانوش عندها إمكانيات باش تقدر تقريهم في حال قرانهم. استمرت الامور على هذا الحال حتى وصل رشيد تقريبا 8 سنين. حتى لواحد النهار ويجي عنده عمو اللي كان جزار كيبيع اللحم في الاسواق الاسبوعيه. عمو ديال رشيد قال ليه بغيتك تمشي معايا تعاوني في الخدمه وتسخر ليا، منها الدوار مصيريفه ومنها تعاون امك اللي قهرها الزمان مسكينه. رشيد بطبيعه الحال غادي يوافق حيت ما عندوش اختيار واحد اخر. فعلا داكشي اللي وقع. طيف رشيد دوز سنين طويله مع عمو حتى اصبح شاب محترف في المجال ديال تاكزارت. فاش وصل 18 عام ولا كيطير في اي حاجه عندها علاقه بهذه الحرفه، سواء الذبيح ولا الصليخ وحتى من التفصال، المهم ولا ناضي كناضي. عمو هنا فاش شاف رشيد ولا محترف بمعنى الكلمه عجبو الحال ديال بصح، فلهذا غادي يخلي ليه الخدمه كامله، يعني العمل كله ولا رشيد وعمو غير متكي مع راسه. ولكن كيف كيقولوا خوتنا المصريين، الحيل وما بيكملش. رشيد وخا كان كيضرب تمارا بزاف الا انه ما كانش كيتخلص مزيان، تمارا على خلاها. عمو كان كيحرص عليه مزيان ولكن في الاخر كيلوح ليه التفرتيت، وشي مرات حتى داك التفرتيت ما كانش كيعطيه ليه، كان كيبقى يتهرب ويبقى يعطيه في الاعذار الخاويه. كان كيقول ليه حكا راه السوق عيان والقضيه ناعسه، الكليان باقي ما خلصوناش وغير صبر معايا رزقك دابا تشدو، ولكن هادشي كامل ما منو والو. رشيد كيشوف كلشي قدام عينيه، القضيه محركه مزيان والكليان كلهم كيخلصوا. عمو كيضرب الصرف وجالس كيكذب عليه، بكل بساطه عمو كان كيستغلو كيستغل الظروف ديالو باش هكا يقدر يحرص عليه كيف ما بغى بدون مقابل. ولكن واخا هكاك رشيد قال ماشي مشكل، مجرد مرحله وغادي تدوز، قال نصبر شويه والامور ضروري ما غادي تحسن مع الوقت. وانما اللي وقع هو ان عمو بقى غا زايد فيه، مازال كيحرص عليه كيف بغى بلا ما يحن فيه، واخا هو ولد خوه كيف كيقولوا للصبر حدود. رشيد عيا ما يصبر، ولكن في الاخر قرر يدير شرع يديه. رشيد بدا كيمد يدو وياخذ من فلوس لعب تخبيه، يعني ولا كيسرق عمو، ولاني هاد عمو كان جلده البق ما يزهق وليدي، ما دوش بزاف وعاقبه باللي كيسرق ليه من لاكيس. حتى لواحد النهار بقى عاس عليه وحصل متلبس وهو يهجم عليه، وتما فين غادي يبدا يسمعوا مال الذوا طاب في المعيور، ياك الشفار ياك نكار الخير، هذا هو خيري، عقلتي نهار كنتي مساويتها بصله وجبتك ورديتك راجل، هذه هي قال لك ما دير خير ما يطراباس. المهم سمعوا الهضره مزيان، ولكن رشيد براسو غادي يرد عليه وجاوبه، قال ليه ما كاينش شي شفار قدك يا الصقرام يا الباخيل، عمرني في حياتي شفت شي واحد جلده في حالك. المهم الهضره والمعيور ولاو ساويين الريال وما فكوهم غير الناس ديال السويقه. رشيد قال لعمو راني ما عطلش على دوك جوج فرانك ديالك، غادي نخدم مع احسن جزار وحسن منك بألف درجه. عمو هنا بدا كيضحك وقال ليه شفتي لا قبل عليك شي جزار فيما تشوف هاد الكماره بزق عليها، كلهم غادي نعمرهم عليك ونقول لهم راك غير شفار، وداك الساعه اللي في جهدك ديرو. فعلا عم رشيد بدا كيدور على كاع الجزاره وكيقول لهم ولد خويا سرقني. داكشي علاش رشيد فين ما كيمشي عند شي جزار باش يخدم كيصدرو كيقول ليه غير سمح ليا ولدي ما خاصنا خدامه هاد الساعه. وهكا رشيد غادي يلقى راسو قدام شبح البطاله عاوتاني، كان مره كيعيط ليه شي واحد يعاونو في الذبيحه ولا السليخ، ولكن غير مديباني وصافي. بريكولات على قد الحال ماشي شي حاجه اللي تعول عليها. كيف كتعرفوا ان الملل والفراغ كيعطيو فرصه كبيره للشيطان باش يدير خدمته. رشيد هنا بدا كيمشي لواحد البلاصه كيتجمعوا فيها غير دوك الدراري الزويونين صحاب البليه والطاسه، راكم عارفين.
الدري فاش لقى راسو لا خدمه لا ردمات عاشر معاهم، وكان مره كيكمي وكيضرب كويسات حتى هو في حالهم. في الاول كان كلشي على حسابه، رشيد ما كانش كيضرب يدو لجيبو، البليه والشراب كلشي فابور ارا ما عندك. كيبقاو سهرانين على التباوق والكاس حتى للصباح. رشيد استحلى هاد الجو عجبو الحال ولقى راحتو في هاد الشيء. في الاول كان كلشي فابور، ولكن فاش طول شويه هنا بداو كيقولوا ليه خاصك تحط الباي ديالك، يعني راه 7 ايام د الباكور سالات. في الاول رشيد كان كيضرب بريكولات مره باش يعيش، ولكن دابا خاصو يوفر فلوس الماكله زائد فلوس البليه، وهذه هي اللي قال لك ما قدو فيل زادوه فيله. واحد الليله من الليالي الجميله كان رشيد كيضرب كويسات هو وصاحبو احمد. المهم هذا واحد من دوك النقيلات اللي تعرف عليهم رشيد بسبب البليه. احمد قال رشيد شنو بان لك الصات نديرو شي مشروع ندخلو منه العاقه. رشيد مع كان كاو شاف فيه وبدا كيضحك، قال ليه واش من نيتك؟ بنت لك هذه حاله ديال صحاب المشاريع، زلت لاصق فينا بيديه وبرجليه، بقى لينا غير المشروع. قول لي بعدا فين هو راس المال باش غنتحركوا. احمد قال ليه هذا راه مشروع ما غنحتاجو فيه لا راس المال لا والو. قال لي انا حاليا بريكولي مع واحد السيد عنده شويه ديال الكفته في الاسواق الاسبوعيه، وهذا المشروع راه كيخلي فلوس صحيحه، اجي ندبروا على كروسون نبداو نخدموا على راسنا. رشيد قال لي واخا سيدي، وفين هو راس المال باش غنبداو؟ احمد قال لي ما تفكرش بزاف عشيري، انت دبر لنا غير على كروسه والشي الاخر غتعرفوا من بعد. رشيد قال لي الكروسه كاينه، كانت عند خويا خدام بها ولكن دابا غير محطوطه، ولكن مازال ما قلتي لي باش غنشريو اللحم والفاخر والشوايه والمسائل. وهنا احمد فين غادي يخدم داك الماده الرماديه اللي عنده في مخه. قال لي الدواور حدانا راه فيهم الحمير غتالعين في الطرقان، غادي نسرقوهم وندبحوهم ونديروا بهم الشوايه، وراه كيلحم الحمير كيلحم البقري والغنميم الصابغه الصحيحه والسلامه. المهم عندنا هو نصوفيو راسنا ونخرجوا من هذه الازمه. قال لي راه كاين اللي غيقدم لينا المساعده، كنعرف شي دراري فراقشيه هما اللي غادي يتكلفوا لينا بالحمير. رشيد مع كان ضاربه الميزيريه حتى النخاع ما فكرش بزاف، وهو يقول ليه عفط المعطي. صحاب البيزنس الجديده داروا اجتماع واتفقوا على كل واحد فيهم المهمه اللي غيقوم بها، كاين اللي غيسرق الحمير وكاين اللي غيدبح ويسلخ، اما رشيد وحمد خلاص غادي يتكلفوا بالشوايه. الا لقاو شي جيفه عاد ماتت بطبيعه الحال حتى هي دايزه في الشوايه، والا داروا مزيان مع الناس غيعطيهم اللحم ديال شي ذبيحه مريضه واصله لها العظم. فعلا الشباب جابوا الكروسه وحلقوا عليها مزيان وبداو كيخدموا في الاسواق الاسبوعيه. المشروع كان غادي بخير، ومع الوقت ولاو معروفين وداروا كليان ديال بصح. لحقاش كانوا كيتهلاو وكيديروا ثمن مزيان، نص عامر ب100 ريال تاكلوس بدات تنبح. المهم علينا، الناس ما عندها غرض في الجوده، المهم هو الثمن. فاش كثرت عليهم الخدمه زادوا معاهم الدراري وشراو واحد 207، وهاد السياره بها باش غيهزوا اللحم الحمير، وهي النيت باش غيفرقوه على الجزاره. فاش كانوا كيسالوا الذبيحه والصليخ ويفرقوا اللحم، كيديو دوك البقايا ديال الحمير ويلحوهم في شي خلا. المهم كيديروا خدمه مغيزه. رشيد وحمد كانوا مخدمين معاهم 8 ديال الدراري، يعني في المجموع بهم 10. فراس العام ديال 2003 رشيد وصحابو كانوا مشارجين 207 باللحم ديال الحمير وقاصدين مراكش. لحقاش واحد السيد كان مكوموندي بزاف ديال السلع، الشباب قصدوا مراكش يوصلوا البضاعه لمولاها، ومنها النيت يزهو شويه مع البناني، عصفورين بحجر واحد. وما وصلوا عند السيد اللي موصيهم هما يلقاوه ساد المحل، بقاو كيتسناوه شحال، ولكن خونا كاع ما جا. رشيد قال لحمد وقيلا خونا مشى يزها مع راسو ومخلينا هنا كنتسناو كي الحماق، شنو بان ليك حنا نمشيو نزهاو مع راسنا ونخليوه حتى يولي عاد نعطيوه السلعه ديالو. احمد قال ليه ما قلتي عيب، كلامك هو الكبير. المهم مشاو لواحد البار وبقاو عاطينها للطاسه تجابوا الكاو. مع ضربات ديك 12 ديال الليل تفكروا السلعه ديال السيد وهما يرجعوا عنده. فاش كانوا شادين الطريق حبسوهم البوليس حيت كانوا باينين سكرانين، طلبوا منهم الوريقات ديال السياره. رشيد عطاهم الوريقات كيف قالوا ليه، عاوتاني سولوهم شنو كديروا، قالوا ليهم حنا خدامين جزارين ودابا جايبين شي لحم لمولاها. البوليس طلبوا منهم يحلوا الباب باش يقلبوا شنو كاين لداخل، حلوا ليهم الباب ومع طلعوه يضربهم واحد الريحه خانزه. السياره كانت مضروبه بميكات كحلين عامرين باللحم ديال الحمير، واحد الخنشه كانت معزوله في القنت وهي اللي كانت جايه من هذيك الريحه الكريهه. واحد من دوك البوليس غادي تصدم ديال بصح فاش فتح ديك الخنشه، غيلقاها مضروبه بالريوس ديال الحمير وكل راس يا راس، الريوس على الاشكال والانواع. البوليس قال لهم هذه هي السلعه اللي جايبين، وهذه هي تجزرت فاش خدامين ياك. البوليس ما هز التليفون وبغى يعيط، هما بداو كيرغبوا ويزاوقوا فيه، حاولوا يعطيو الرشوه للبوليسي ولكن دار فيهم دوره خايبه وقال لهم زايدينها بالرشوه من الفوق. اتصل بالسلطات وداك الساعه جاو داوهم للكوميساريه، ومع كانت الحجه والدليل ثابتين في حقهم ما بقى لهم ما يخبي ولا ما ينكروا. المهم الفار طاح في المصيده، احمد ورشيد غادي يعترفوا بكل شيء، اعترفوا بالبلاصه فين خدامين حتى الناس اللي خدامين معاهم واحد واحد. البوليس ناضوا جمعوا كاع هذوك اللي خدامين مع رشيد واحمد. من بعد البحث والتحقيق والاعترافات ديال العصابه غادي تحكم على رشيد واحمد بست سنين ديال السجن، زائد غرامه ماليه قدرها 40000 ريال كل واحد، ودوك اللي معاهم خداو احكام متفرقه من 3 شهور حتى العام، زائد غرامه ماليه القدر ديالها 2000 درهم. وكانت هذه هي النهايه ديال طريق الحرام.
الطريق اللي عمر الخير يجي من جهته واخا تكون فلوسه كيتبل، وكيف قالوا سيادنا الوالا قليل مداوم ولا كثير مقطع، ودرهم الحلال خير من مليون الحرام. القصة ديال اليوم حتى لهنا غادي تكون سالات، ولكن مازال قصص جديدة بإذن الله. خوت تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.